منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. 16 دقيقة بعد ماضي ساعتين، مرحبا بكم الناس الكل، تحية كبيرة لكم وين ما يوصلكم صوت إذاعتنا إذاعة الحياة فام على 93 في مختلف معتمديات القيروان. سلام عليكم الناس الكل اللي معادلين الموجة ديما على 93، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في خدمتكم، في دياركم، تاكسيستية، الواجهات اللي قاعدين يسوقوا في الوقت هذايا، إن شاء الله ربي يعاونكم، إن شاء الله ربي يوفق الجميع. كيف كيف زادت تلامذة البكالوريا اللي قاعدين يريبزوا وإلا يعملوا في اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الامتحان، بالتوفيق لكم وبالتوفيق للطلبة زادة اللي قادمين على امتحانات آخر الثلاثي. يعطيكم الصحة للناس الكل، خاصة الأوفياء اللي ديما تعدلوا الموجة لقيت ذايا على برنامجنا. هذا موعد جديد وبداية أسبوع إن شاء الله تكون موافقة لكم للناس الكل. نبدأ معاكم من الاثنين حتى للخميس، من لقيت ذايا حتى للأربعة متاع العشية في منتدى الحياة. كما كل نهار اثنين معنا في الاستوديو الأستاذ فيصل كعبي المختص والمعالج النفسي. مرحبا بك أستاذ. مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات. لاباس؟ والله نحمد الله، ان شاء الله الناس كل رايقه و... ان شاء الله، وننصحهم دائما بالصيام من هذا الاثنين والخميس لانه يبرد القايله. يبرد القايله ويعدل المزاج. يعدل المزاج ويخلي الناس ديما شباب. ان شاء الله الناس اللي صايمين اليوم زاد صيامهم مقبول، ونقول لهم من توا شهيه طيبه ولو انه مازال بكري. لا ما اقول صيام مقبول خير من شهيه طيبه. ان شاء الله صيام مقبول وربي يقطع الشهيه ان شاء الله، وذنب مغفور للجميع. معاكم كما العاده من قدام الميكرو سوار بن حميده، نحيو احمد المخلوفي في التكنيك، ونحيو زاد مخرج الحصه ايمن ابو خيط اللي تعودتوا بها ديما تكون موجوده معنا، اللي يامنونا البث المباشر طيله الساعتين هذوما. ولا تسمح لي انا كنتكلم على الصيام مش من جانب ديني، لانه كل انسان من الجانب الصحي، انا من جانب الصحه النفسيه، لانه الصيام تعطي دفعه للصحه النفسيه لا يعلمها الا من يجرب. اكيد احنا مانيش نحكيو من الجانب الديني، ديما نحكيو من الجانب الصحي النفسي. به يعطيك صحة أستاذ فيصل، موضوعنا اليوم هو حفلة الزواج بين البارح واليوم، تغير بعض العادات والتقاليد في حفلة الزواج ككل، هذا اللي باش نحكيو فيه معاكم اليوم. كنا في أول حلقاتنا من منتدى الحياة حكينا على عزوف الشباب على الزواج، وكان حاضر معنا شاب من الشباب، وكنا طرحنا الموضوع هذا بطلب منكم أنتم حبيتونا نحكيو على الموضوع هذا من مختلف الزواج، نحكي وزيدة كيفاش اليوم حفلة الزواج تبدلت، خليها مشروع الزواج خير من ضمن مشروع الزواج فما حفلة الزواج. لكن باش نوسعوا الموضوع اللي يأخذ كل الجوانب ولا دونك موضوع اليوم كما قلت أستاذ مشروع الزواج بين البارح واليوم، شنو اللي تبدل، شنو الحاجات اللي مازلنا محافظين عليهم، وكيفاش تبدلت المشروع هذايا ككل، كيفاش تبدل، شنو العادات اللي مازلتوا تذكروهم قبل ومازلتوا تشوفوهم موجودين، شنو العادات اللي تشوفوهم تبدلوا في المشروع هذايا ككل من بداية التحضير. احنا خلينا نحكيوا اللي احنا نحضروا للزواج حتى معناتها حفلة الزواج، هذا اللي باش نحكيوا فيه معاكم اليوم. 70/5 حتى سامحني، حتى الإعداد للزواج، لأن الإعداد مش بركة إعداد مادي، واختصر اليوم عن الإعداد مادي، لكن الإعداد أنه قبل كانت الأهل يعدوا الطفلة للزواج، موضوع الزواج منها يعدوها نفسيا، كيفاش تكون زوجة وكيفاش تكون أم، اليوم غاب لأنه العائلة الكبيرة ما عادش محيطة، والشاب كان تعده زاد أصحاب البو وأصحاب والعم والخال يعدوه لموضوع الزواج، كيفاش مش تكون راجل، كيفاش مش تكون زوج، كيفاش تتحمل مسؤولية. هذا الإعداد ما قعدش موجود، إذا أنا بدي أنه الناس تعطي رأيها في مشروع الزواج من ناحية الإعداد الحفلة، ومن ناحية الإعداد النفسي والتأهيلي. أنا أقول تأهيل للزواج، ولو أنه اليوم التركيز ولا أكثر على المواسم وعلى حفلة الزواج، معناتها أكل حفلة هذه كم تاع الزواج فقط، معناتها ما عادش هما برشة تركيز على الأعداد النفسي للزوج والزوجة، التحضيرات النفسية كيفاش باش يفهم اليوم الشاب ولا الشابة اللي هما قادمين على عائلة، كيفاش باش يحطوا كما تقول أنت أستاذ فيصل وديما تعودها، هو ميثاق كامل يلزم أعداده اليوم. هذا اللي باش نحكيو فيه معاك من توا حتى الأربعة متاع العشية. 70/35 120 ماذا بينا تكلمونا تتفاعلوا معنا
في الموضوع هذايا، تحكيونا على تجاربكم الشخصية كيف كيف، زادة إذا كان عندكم أي استفسارات تخص هالميثاق هذايا اللي يحكينا عليه ديما الأستاذ فيصل. مرحبا بكم، مرحبا بتساؤلاتكم، نخليكم مع أغنية إليسا عبالي حبيبي. مالي ساعتين و29 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياة. منتدى الحياة، نعود نذكر الناس اللي تحقوا بينا توا في الاستماع، موضوعنا لليوم مشروع الزواج بين البارح واليوم، شنو العادات اللي مازلنا محافظين عليهم والعادات اللي تغيرت. نعود نسلم مرة أخرى على الأستاذ فيصل كعبي المختص والمعالج النفسي. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا بك. كنا في بداية الحصة حكينا شوية على أهمية أنه نركز اليوم على التأهيل اللي ولا غايب شوية من عام العام، ولا ينقص شوية هكا بحكم هكا العلاقات الأسرية ما عادش كما قبل، فما حاجة هي تطور الحياة. تطور الحياة، الحياة تطورت بدرجة، أصبحت أسرع، أصبحت أسرع في الـ في النسق متاعها الحياتية. إذن العائلة الكبيرة اللي كانت تحيط بالعائلة الصغيرة وتعطيها تأهل البنت من جهة وتأهل الشاب من جهة، ما عادش موجودة بفعل تطور الحياة. إذن المسألة أنه اليوم فما غياب مش إرادي ولكن غياب في حياتنا اليومية. أصبحت العائلة نسميها الفامي نوكليار، العائلة الأساسية البولم، يكاد يكون حدهم اللي يعدوا في مشروع ويأهلوا المشروع الزواج. إذن ما فما غياب حول البنت وغياب حول الشاب في تأهيلهم، شنو معنى الزواج، شنو مشروع، لويش أنا مش نتزوج، شنو هدفي من الزواج. هذا إذا ما يكونش الشاب والشابة في وقت الخطوبة محضرين شنو موضوعهم، يمكن يفاجئوا نهار صباح العرس، يفاجئوا أمام مسؤوليات ما عدوش نفسهم لها، ما حضروش رواحهم للنهار. هي فما خمسة ميادين يمكن تأهل أو تكون موضوع وتكون الدافع للزواج أو مدافع لموضوع الزواج. مش نذكرها بسرعة. وفما أربعة أشياء صفات يمكن تفجر، وهذه أكثر الزيجات اللي تتفجر بسبب هالأربع مواضيع، إذا ما انتبه لهاش تنجم تفاجئنا. قلت صبحية الزواج تفاجأ الشاب كما الشاب بهالمواضيع هذه وما يكونش متحضر لها. هذوما اللي اليوم الملاحظة وبأساء نقولها، إلى يوصل 34% زيجات في الثلاثة أشهر الأولى من الزواج يكونوا في قصر عدالة ويتفرقوا. هذا يمكن ثلث الزيجات، والبقية يمكن أعظم، واصلين إلى 50%. أكبر نسبة طلاق في العالم العربي هي في تونس. أشياء مفزعة ومزعجة لما نعرفوا، وهنا باش نرجعوا لحفل الزواج، الهيصة اللي نعملوها في الزواج وفي حفل الزواج وبعد تنتهي في ظرف أيام أسابيع إلى فشل. ضروري أنه نتحدث على الموضوع هذا، شنو النواقص وكيفاش نتلافى هالنواقص هذه. قبل ما نحكيو معاك أستاذ على النقائص وكيفاش نتلافاها، خلينا نسمعوا ميكرو تروتوار من أعداد الزميل حسام الرابحي ومونتاج أحمد المخلوفي، تحية كبيرة ليهم الزوز. نسمعوا الميكرو تروتوار ومن بعد نرجعوا معاك للنقاش. حصل على السبيكري هو بكي الناس ترضى بكل شيء، ترضى بالقليل في وقته وتبدل، راضي حب المرأة تخدم وعندها شهرية قارة، المرأة كيف تحبوا لباس عليه، تحبوا بكهرباء، تحبوا بدار، بالبابا عارف بخمسين ألف، تو العرس 30 مليون، شو الفرق؟ الفرق بين العرس قبل والعرس هو فرق كبير برشا. قبل المرأة كانت محترمة روحها، العرس كان باهي، قبل كان استقرار، تو العرس مصالح، خاصة النساء في تونس تو مصلحة، تقعد مع عمير وتقول له ينطلق وتاخذ هبوطها، كان يمشي يشري جوار من الأفريق ويجيب يكاور في جمعية تكلف له أقل. وقبل الاحترام زاد المرأة تحترم والراجل زاد يحترم، تو ما ثماش تو تطيح القدر بالمجتمع. هم في بالهم يعملوا في قانون باش يحموا به المرأة، هما يكذبوا راهم، قبل ما ثماش تكاليف، قبل الحصيرة ويعرس رويحاتهم ويتأن وامورهم بها ويجيبوا سبعة صغار ويعيشوهم، تو تمشي الليزينغ تكلفك اقل. هي تحب صاله من عشوين وتحب الصياغه وتحب تعمل حجيه ما ندري شكون، وخاطر يلزم تفازي بنت خالتها، خاطر بنت خالتها عملت في صاله بتاع 700 يلزم تعمل في صاله بتاع 2 ملايين، وعندها صاحبتها عملت في اوتيل هي يلزم تعمل ما اكثر، قريب يكرو رادسي ولا يعرسوا فيه، وهو ظل مسكين يعلم بيه كربي قرضره. الاستعدادات نتاع العرس تبدلت في وقتنا تو برشا، العرس ما عادش يستحق برشا تحضيرات، ما عادش يستحق برشا مصروف، في وقت تو تنجم تكون تقتصر العرس على سهريه وكتبان صداق وكهو، معناها باقل مصروف باقل من تكلفه، بينما قبل كان العرس ينجم يبقى حتى 7 ليال و7 ايام، كان يتكلف برشا.
والله العرس بل كان أسهل برشا من العرس تاو، فما برشا حوايج تبدلت، بل كانت بالموجود يعرس والمرأة ترضى بالقليل والراجل هذيك الموجود يحضر دار ونمشيو بك الكلمة بتاع فايدة في الهنا. تاو تحسها صعبة شوية مع المعيشة غليت، الراجل ديما لازم يجري باش يخلط، شوف باش يخلط يبني دار ولا شوف باش يخلط باش يحضر عرسه اللي هو يتكلف برشا ينجم يوصل حتى ال 20 30 مليون. أنا ننصح البنات باش يمشيو بالمنطاليتين تاع قبل والفايدة في الهنا. كيف نجيو نحكيو على العرس نجمو نحكيو على الكوب المثال العمر بتاعهم قديش يتكلف العرس. كان انا اليوم مش نمشي بالعادات والتقاليد مش نلقى روحي صارف 50 مليون مينيما اللي بالحق ما عادش يخليك تمشي بالعادات والتقاليد. احنا اليوم ماذا بينا نمشيو بالعادات والتقاليد الشباب التونسي. الحاجه الثانيه الشباب ولا ما عادش يحب يعرس نوعا ما خاطر المسؤوليات كبرت ولا الضغط برشا زاد الانسان نوعا ما ما عادش تتشرد كما قبل ويجيب واحد. وصلنا درجة شوي اللي نتفهموا بعضنا تويكا وليت نجم تحكي اهم حاجه اللي هي العمر اللي العمر ولا بعد 30 تو المراه ومثال والراجل بعد 40 ديفيرنس تاع 10 سنين بين قبل وتو. فما مشكل اليوم فما ازمه نوعا ما تاع نسبه الزواج طايحه نوعا ما هذا اللي راه. هذه كانت أهم الشهادات في الميكرو ترتوار اللي كنتوا تسمعوا فينا. الحقيقة باش نعلق أستاذ فيصل يظهر لي نفس الشهادات الإجماع أنه تلخيص مشروع الزواج في الحفلة متاع الزواج وفي التكاليف. يظهر لي ما سمعنيش شكون معناتها من الشهادات هذو ما حكيوا على التأهيل قبل الزواج، حكيوا على الأهداف من الزواج، ما فماش حتى واحد من بين المواطنين اللي اختيناهم في الميكرو ترتوار هذايا اللي نذكر قام به الزميل حسام الرابحي. ما فماش كون حكاية على مشروع الزواج بالنسبة للزوج والزوجة، شنو التحضيرات اللي باش يقوموا بهم هما في حد ذاتهم اليوم هما، معناتها الفكرة الكل الدور حول التكاليف الحفلة نهار سبعة أيام سبعة ليالي فقط معناتها. للأسف هذه المأسوف له أنه فما غياب كامل لثقافة الزواج، كأنه الزواج هكذا فما زواج مفرغ منه. المسألة كل كما قلت أنت تلخص في مسألة الزواج والتناقض الموجود، فما اللي يقول لك الزواج توا هو المكلف أكثر فما اللي يقول لك قبل كان مكلف أكثر لأن سبع أيام وسبع لي. هي ثقافة كاملة غايبة في مجتمعنا وللأسف. وأنا مش نمدح في الإذاعة اليوم، كان مفروض هالموضوع هذا يكون برامج كل الإذاعات باش يوصل هالثقافة، لأنه الموضوع مش باش نطرح موضوع الزواج نتحدث عليه مرور الكرام. ليه مش هذا كيف نش نرسخ أو نفيق الناس إلى ثقافة الزواج إلى ثقافة المسؤولية إلى أنه الزواج هو مشروع، مشروع أسرة، مشروع أجيال قادمة مش تكون مسؤول عليها اللي قام بالخطوة الأولى في الزواج. إذن أنا لما نعمل مشروع نفكر في الزواج مش حكاية الحفلة وكناش مش تصير واش مش يجيب لها منها، شنو هدفي من الزواج، شنو مضمون، اش نحب نعيش مع المخلوقة اللي مش تكون معايا، شنو مشروعي لها معها، هل مشروعي وحلمي يوافق مشروعها وحلمها ولا يكفي حبينا بعضنا بعدين المشروع مش مشكل. هي تجيب أحلام معينة هو يجيب أحلام أخرى ويلتقي وتتصادم الأحلام ويلقاوا رواحهم عاجزين على أنه كل واحد يساعد الآخر في أحلامه. هي الحد الآن وذي الملحوظ الكبير هو أنه وقت الخطوبة للأسف 90% إذا ما كنش أكثر من الوقت ذاك يستغل في التمتع ونحبك وتحبني هو وفي الغراميات وزاد في التحضيرات للعرس وفي التحضيرات وهذا هو في التحضير الغراميات والدلال كفنا صالة مش نعرسه وشكون نستدعيه وشكون باش نجيبه. بينما الوقت هذا كان مفروض أنهم عجبوا بعضهم. إيش لي أحلامك يا ست وانت شنو أحلامك يا سيد وكيفناش نجموا هالأحلام هذه نوافقوها مع بعضنا. إذا أحلامنا كانت متفقة كانوا كل واحد مساعد للآخر باش تضافر الجهود إذا ما أحلامهم كل واحد ماشي في شيرة من الأفضل حتى ولو يحبوا بعضهم يقولوا ضحي وبالحب باش نمشي ونشوفوا ناس خرين نحقوا معهم مشاريعنا. إذا تحب بسرعة أنا نعطي الخمسة إيحاءات أو المواضيع اللي يمكن يلتقيوا عليها الناس اللي هما النقطة الأولى هي ما نسميه علاقة العمل، معناها فما إنسان عنده مشروع
أو الاثنين عندهم مشروع بناء تجارة مشتركة، بناء مسار مهني، وإلا يخدموا في نفس الخدمة، مسار مهني مشترك، أو يخدموا هي مهندسة هو طبيب ويقولوا مش كونوا لبعضنا مساعدين سند باش ننجحوا، سند باش ننجحوا في الكاريير المهنية متاعنا. ينجم لقاء زواجي، وكثير نعرف أطباء لأنه من نفس زوز أطباء يقول نعملوا عيادة مع بعضنا ونتقدموا مهنيا. تنجم تكون ذي العنصر الأول اللي يرتكز عليه الزواج، وبعدين فما عناصر أخرى تجي الخمسة ينجموا يكونوا مع بعضهم. ولا إنسان يقول والله مش نبنيوا دار مع بعضنا، مش نبنيوا تجارة من هنا لعشر سنين، مش يكونوا أغنياء ويكونوا سند لبعضهم باش هي تعمل الحلو في الدار وهو يخدم البرة تاجر أي كان. لكن هذا يتزمع علاقة العمل، يلتقيوا على العمل، والبند والعقد متاعهم يكون مبني على الشيء هذا. العقد الثاني هي العلاقة الحميمية والمتعة. فما ناس يقول لك والله نحب نتمتع في الدنيا ونتمتع بالآخر ويتمتع بيا، نخرج ونمشي للحفلات ونمشي للسهرات ونمشي، نحب ناخذ نتزوج باش تكون معايا رفيقة نتمتعوا بها في الدنيا، نتمتعوا في الدنيا، علاش لا؟ وتكون البقية معنا يكون مشروع مشترك. النقطة الثالثة هي العيلة، مشروع العيلة. فما اللي يتزوج يقول لك والله نحب نتزوج، نحب نعمل عيلة ونكفش في الدار ونعمل صغار ونربيهم، الاستقرار معناها الاستقرار، ونربي نجيب صغار ونخرجهم اطباء، ويكونوا اثنين متفقين انه المشروع من الاول العيله، مش بعد الزواج تقول له لا نحب نمشي نسهر في الوتله، ولا هو يقول له نحب اليوم نعمل مشروع تجاري. انا يكون المشروع الاولي هو العيله ويكونوا متفقين، هذا العقد ينجم يدوم. الرابع هي الصحبه. فما اللي يتزوجوا ويعتبر زوجته كصاحبته، صديقته، معناها اللي يضحك معاها تقول لك والله زوجي نموت بالضحك يضحكني برشا، ولا هو يقول هي والله النكته اللي عندها شيء كبير، يمشي يحب يخرج يسهر ولا يحب يمشي اللحظه يتفرهد، يقول لك زوجتي، ولا هي تقول زوجي، لو يجيها العالم اجمع تقول لا هذاك اللي فرهدني، هذاك اللي نقعد معاه الحديث كما توا في العزوبيه عندنا الاصدقاء نتفرهدوا معاهم ونضحكوا معاهم. اذا فما اللي يتزوج يقول لك الشريك الحياه، اما الزوج ولا الزوجه هو اللي يضحكني وفرهدني وننصب معاه. واحنا المره اللي فاتت استاذ جوست ملاحظه صغيره، كنا واحنا نحكيوا على موضوع الصديقه قلنا معناتها يا حبذا انه تكون الزوجه هي الصديقه، تكون فما صديقه فحب، والا الصديقه قلت انت انبل من الحب. هي لما نرتقي لهذا تكون هي سعي وارتقاء، ما تجيش بالشكل هذاك. هو الانسان اللي نبث له اسراري، هو الانسان اللي نرتاح له، يعوض لي، هو ابويا، هو امي، وهي امي، وهي هي الزوجه، وهي هي الكل. الخامس اللي نمشي بعجله، الخامس هي التقبل. انا نعرف جاي من الزوج او الشاب جاي من ثقافه عيله معينه، ثقافه حياتيه، وهي جايه من ثقافه اخرى، فهم ان كل الناس مختلفين، واللي ما يعترفش بالاختلاف معناها مش شايف الاخر. اذا انا مش نعيش مع حد مختلف، اما نقبله في اختلافه من الاول نقول عايش، والمختلف عليا هو اللي مش يجيب لي، اللي كيف يشبه لي كانه مرايه، مش معطيني اللي هنا عندي. كي نشوف روحي في المرايه ما نلقى كان روحي، كي نلقى واحد يشبه لي ما يضيف ليش حاجه في الدنيا. فما ناس عندهم فلسفه يقول لك انا ما نتمتع الا مع المختلف عليا، لانه يجيب في الاختلاف رحمه، في الاختلاف ثراء، ثراء. اذا الاختلاف لما نحترم اختلاف الاخر ونقول الاخر مختلف عليا بالكامل وانا قابل به ويعرفني مختلف علي انا عليه وقابل بيا، تولي الاختلاف ثراء، يولي اللقاء عارف انه مش نقعد نتناقش مع حد هو مختلف في رايه، يضيف لي راي برشا، اما كي يظل يشبهني في الافكار ما يضيفليش. باش يكملوا بعضهم زاده من خلال الحاجات اللي ناقصه في هذا باش يكملوها. يكملوها هو اكثر من التكامل باش ما نرجعش للدستور 2014، هي مساله الاختلاف والاحترام. هذا الاختلاف هو للخمسه يتطلب، وهذه عماد الزواج هو الاحترام. الاحترام يسمح بتقبل،
كي نحترم الاخر في اختلافه نتقبله في اختلافه، ما نقولش والله انا قلت له ابيض وقال لي اسود ونتذمر ونتشكى منه. اذا الاختلاف الاحترام يخلي التقبل سهل، والاحترام يخلي المشاريع الخمسه هذه النقاط الخمس تنجم تكون متجمعه كلها في زواج واحد، وينجم يكون نقطه واحده ترتكز عليها والاخرين موجودين، لكن النقطه هي البارزه. اذا 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 مش نبنيو عقد زواج ضروري نقول علاش مش نتزوج مع الاخر، شنو اللي ننتظره من الزواج هذايا، شنو اللي ننتظره من الاخر مش يجيبه لي في الزواج هذايا. هكاك نثري نولي متشوق لمساله الزواج ومتشوق للقاء مع الاخر، لانه فما ابور فما اتيان بشيء في داخل الزواج، ومؤسسه الزواج تتبنى على وضوح وعلى احترام متبادل. اذا غاب الاحترام كل اللي كنا نقولوا فيه كله يصبح ترك ما عادش نحترمه. يعطيك صحة أستاذ فايز، نستقبلوا معنا أول تليفون. سي منصف مرحبا بيك على موجة الحياة فايز. وبيك عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بالدكتور فايسر بالسادة المستمعين. مرحبا سي منصف. وبيك عايشك، نشكركم على طرح الموضوع هذا في تحذيرات الزواج. وإحنا نشكرك زادة لتواصلك معنا. ربي يبارك فيك. شكرا لك. عايشك. هو الاختلاف اللي ما نمشيوش بعيد، نمشيو حتى للستينات. كان اختلاف كبير تحذيرات الزواج في الستينات الوقت نطوى. قبل كانت الكلمة الباهية اللي كانت تتقال كان يلوجوا على هنا أم الطفلة اللي يجي يخطبوها ما تشرطش، كانت فما الناس تشرط أما الأغلبية ما يتشرطوش. أول ما تقولوا تكونوا يلوجوا على هنا، الهدف نتاعهم هنا بنتهم. حتى كانت التحذيرات قبل حسب مقدرة الزوج، ما كانت شروط مجحفة. علاش توا الشباب الكل الأغلبية عازف على حكاية الزواج؟ هو الرابطة في التلفزة مرات يخرجوا للشارع يسألوا فتيات شكون تحب تتزوج، تلقى شروطها تقول نحب عنده كهرباء، عنده دار، عنده خدمة باهية. يولي الشاب اللي مشي يتقدم للزواج يولي محرج، يركزوا على الماديات، ماديات أكثر. ثم حتى من الرجال تيجي يخمم باش يتزوج يبدا يفكر يقول لك نحب وحده تخدم باش تعاوني، ولا الزواج الاكثريه من النظريه نتاعو مصلحه. يخمم نهار غدوه. قبل ما كانش الشيء هذا، هي حتى نسبه الطلاق قبل كانت فيه في الستينات نسمعوا فلان طلق، اللي توا كما قال توا الدكتور فايز النسبه توصل حتى ل 50%، مرتفعه جدا، مرتفعه اكثر من اللازم. ورغم اللي توا يتزوجوا عن حب، قبل ما كانتش قصص حب، كان ما يراها زوجته الا الاغلبيه وبياتنا زوج مراه كان ليش العرس ما يعرفهاش، وزواجهم ناجح كان، الزواج نتاعهم كان ناجح وكان يحترموا بعضهم. توا الزوج تلقاه يتزوج مكبل هي قصة الحب تتبنى مع ليلة الزواج، وتتبنى حب حقيقي لأنه مش على طمع، مش أيوة. على نحبه لأنه الخصال اللي قدامي هذيك هي مجدوم، ما عاد شكل ماسك اللي يلبسه هو في الخطوبة ولا تلبسه هي في الخطوبة. توا هما في الخطوبة تلقاهم كما قلت لابسين ماسك يوريه الوجه الطيب نتاعو وهي باللمس. وهي زادة عادة عادة ديما فما استثناءات، خلينا نقولوا اسي ماسك استثناءات، لا ما عممناش الأغلبية، الاستثناءات هي اللي تنجح، هي الاستثناءات اللي تنجح. احنا اليوم خلينا نحكيو على البعض معناتها اللي كما قلت انت معناتها يقدموا صورة ومن بعد يتصدموا بصورة أخرى. أنا حبيت نسألك سي المنصف، حسب رأيك اليوم في تونس هل قالوا ننظروا لفكرة الزواج كمشروع معناتها نحضروا له التحذيرات، مش التحذيرات نتاع الزواج ونتاع الفرقة ونتاع الصالة ونتاع الحلو وين باش نعرس وين باش نمشي ومن بعد العرس وين باش نسافر وما إلى غير ذلك، اللي هي هذه كل في حد ذاتها تنجم تكون تفاصيل فما ما أهم منها. هل قالوا اليوم الشباب اللي قادمين على العرس ينظروا للزواج كأنه مشروع كامل باش يبنيوا من خلاله عائلة، باش يحضروا رواحهم التحضيرات النفسيه اللي هي اهم من تحضير الحفل الزفاف؟ هو مع الاساس هذا انعدام وانتفاء دور الكبار. دور الكبار اللي قبل كانوا قبل الزواج في الستينات دور للراجل وللمراه. نتذكر انا الفتيات في الستينات كي تتزوج امها وعماتها وخالتها يقريوها شنو الزواج، علاش الزواج قبل ناجح اكثر من توا. وبالنسبه للطفل كيف يقريوه يهيئوه، تبدا الام نتذكر انها تبدا توصي في بنتها قبل الزواج كيفاش مع حماتها تتصرف، كيفاش مع سيف، خاطر قبل ما تعرف كان يسكنوا دار عربي يسكنوا بالاربع بالخمسه عائلات، ما كانش كيما توا كل حد مستقل، كان يسكنوا مع بعضهم.
الكبار انعدم الدور نتاعهم، الكبار اللي كانوا يهيئوا الشاب ولا الشابة للزواج، يقريوهم دروسهم اللي هما يهيئوهم باش تكون حياتهم معناتها تمشي في كنف الرضا ولا بدا ولا باس عليهم، هذا انعدم توا. توا اللي مش يجيو يقريوهم مش يعملوا انعدم مشي. علاش توا الزيجات الكل بعد شهر ولا شهرين تقاعد كلها مشي؟ كناش نشوف الحل لهالنقص هذا، حتى يرجع دور الكبير. نقول واحنا الكبير يرجع دور كبير. انا نذكر في الستينات، بالله سامحوني في النقطه، في الستينات كانت كتصير مشكله بين زوج وزوجته، يدخلوا كبار الدار اذا ما هما ما عملوش حد شيء وما نجحوش في تطويق الخلاف، يلتجئوا للحومه كبار الحومه. انا نذكر الشيخ اللي ما يتسمى بالعمده كان يدخل في مشاكل الزوج والزوجه، وكان يطوقوا المشكله ما توصلش للمحكمه كما توقع. استاذ منصف، هذا كان قبل موجود وبارك الله فيك ذكرت فيه. أنا نقول اليوم ما عادش موجود هذا. ما عادش موجود. سمحني، لا كبير الحومة، لا العمدة، لا للعائلة، حتى للعائلة. كيفناش تشوف أنت شنو اقتراحك؟ كيفناش اليوم يعوض الأذى اللي ما عادش موجود؟ كيفناش على حسب الواقع، ما نقولوش راهو نطلبوا شيء خيالي. بالواقع كيفناش تتصور نتلافاو هالنقص هذايا؟ يرجع دور الكبير كما قلت لك، دور العم تطلب والخال بالنسبه للشاب وبالنسبه للشاب المقبل على الزواج. يا اخويا دور... نعم يا اخويا منصف، مره اخرى تطرح في اشياء مثاليه. كيفاش معناتها؟ يعني اقول لك، تقول لي العم والخال ما عادش فاضيين، كل واحد اليوم مهم هم من الحياه ما عادش فاضيين لبعضهم، اذا الخال والعم ما عادش موجودين في حياه الزوج والزوجه. يعني واقعيا واقعيا اذا اردت ان تطاعت اطلب المستطاع. انا تو نعطي في حوايج مثاليه وهذا ما عادش موجود في العائله. يا سي المنصف، معناتها سامحني بربي خلينا نعاود نفسر لك، معناتها احنا نقصدوا اليوم واقعيا مع الوتيره نتاع العيش، معناتها مع الحياه اليوميه نتاعنا، مع العائلات ما عادش موجوده برشا بحذا بعضهم، كل واحد يخدم في خدمته، كل واحد ليه في حياته الخاصه، كيفاش اليوم باش ناهلوا الشباب الزوج والزوجه لهالمشروع هذا نتاع العرس؟ ناهلوا تو كما قال سمعت في اندونيسيا نظن دكتور فيصل، امين مدارس تاهل الزوج والزوجه قبل، يعملوا لهم كيما اللي مش يمشي يتعلم السياقه، يعملوا له عام تربص تاهيل يعملوهم مثلا بحلف اندونيسيا. دكتور فيصل بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذه فكره يا هذا حل من الحلول، يعطيك صحة سي المنصف، عندك شي حل اخر؟ هذا تصور راه مبدئيا نخليه للدكتور فيصل ربما اعمق منا في الدنيا. بيان سور، اي حتى انت نحبوا ماذا بينا هكا هاو حل مثلا من الحلول. يقول سي المنصف بعض المدارس اليوم اللي تاهيل معناتها القادمين على الزواج موجوده، هذه بنتي في اندونيسيا مدرسه تاهل للزواج. تعلمهم تربص انه في غياب دور العائله، في غياب دور العائله ولا والتطور والتطور الحياه، النجم نتصور في مجتمعنا مدرسة لتأهيل الناس للزواج قبل الزواج 3 أشهر، كما اليوم يجيبوا سيرتيفيكا باش يمشيو يحجوا، سيرتيفيكا ميديكال ينجم يطلب من اللي مشي يعقد عقد زواج يجيب شهادة أنه تأهل لموضوع الزواج، وهذا يمكن يخفف كثير من الفشل، من وطاءة المشاكل والطلاق باش ما نوصلوش للطلاق. به احنا مازلنا مواصلين معاكم في منتدى الحياة، ما 3:02 ما دي ساعتين و52 دقيقة المشوار، مازال متواصل معاكم في منتدى الحياة. تحية كبيرة لسي المنصف اللي تواصل معنا وكلمنا انتم زادة ديما 70-035-120 على ذمتكم. نعملوا ترتيحة صغيرة مع نجاة الصغيرة اللي خلتني أحبك، وهنا رجع صوت نجاة الصغيرة. وصلنا للوقت هذا ما 3:03، إن شاء الله تكونوا تسلطنتم على الأغنية، الحقيقة كلمات حلوة ومزيانة برشا. إن شاء الله احنا ديما نحاولوا نعديو صوت نجاة الصغيرة ديما تيلة ليميسيون نتاعنا، وإن شاء الله زادا نحاولوا نختاروا لكم أغاني اللي هكا تلبي أذواق الجميع إن شاء الله. إذا كان زادا عندكم اقتراحات هكا موسيقية، إذا كان عندكم أغنيات عندكم معاها ذكريات تحبوا تسمعوها معنا، ديما تكلمونا على 70-035-120، تلقاو أنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم. تحية كبيرة لها اللي تقوم باستقبال تليفوناتكم. نرجع معك أستاذ فيصل، موضوعنا لليوم هو مشروع الزواج بين العادات والتقاليد اللي اختلفت، التأهيل النفسي للزوج والزوجة وإلى الشباب اللي قادمين على الزواج. وصلنا باش نحكيو على الأربع الاضطرابات اللي يوصلوا لفشل العلاقة الزوجية، اللي هما أستاذ فيصل؟ هو كما قلت بكري، واقع الحياة بقطع النظر عن
عن كل اعتبارات. واقع الحياة خلينا أنه الزوج والزوجة الشاب والشابة جايين من عائلات مختلفة وكل عيلة عندها ثقافتها الحياتية، كل بلاد زادة، كل بلاد ثقافتها الأكلي الأكل ثقافة حتى في العيشة، حتى في العيشة حياة يومية، كل عيلة عندها ريتم معين، عندها ثقافة معينة، عندها تربية معينة، عندها عادات معينة. إذن لما نجي من ثقافات معينة شيء طبيعي أنه مش يكون فما خلاف في وتيرة الحياة، يكون فما خلاف في التوجه. إذن المسألة الكل أنه أربع اضطرابات يفاجأ بها الشاب والشابة من أول نهار. نعطي مثال بسيط. هو أول اضطراب أو أول عامل نفسي اضطرابي هو مسألة الإشمئزاز، لما الزوج يشمئز من زوجته ولا الزوجة تشمئز من زوجها. نعطي مثال، منهم مش متعود يغسل سنيه وعنده نسميها الموفيزالين، معناها رائحة كارية من الفم، لأنه مش متعود كل يوم يغسل سنيه يحدث نوع ما من الإشمئزاز عند الأخو. واحد مش متعود يعوم يستحم في العيد، كان أيامات العيد ما عندوش هذه ثقافة كل يوم يعمل دوش الصباح ولا كل جمعة يعمل دوش نهار الجمعة، ما عندهمش مش مترسخة النظافة، مش مترسخة. هي كثير أشياء جسدية، واحد حشاك يتنخم بدرجة، الأخرى تتشمئز منه، والآخر يكح بدرجة. التفاصيل هذه ما تتلاحظش قبل الزواج؟ هي قبل الزواج كل واحد منا يحب يعطي صورة إيجابية على الآخر. نهار طال إذا عنده موعد مع خطيبته يتبطن ويلبس أحسن لباس عنده ويمشي هو في أحسن الأوجه، لأنه يحب يعطي صورة إيجابية. إن فوا جات المرأة للدار يمكن هو يخدم خدمة يومية عمل يومي، يروح للدار بالعرق متاعك الخدمة ذي، فجأة تشوف شيء ما شفتوش أيام الخطوبة. أيام الخطوبة ما يمشي لهاش من الخدمة طول للدار، ما يمشيش بعرقه للرونديفو، فجأة تشم رائحة العرق متاع الخدمة واللباس متاع الخدمة، هو بناي هو مش عارف أي كان، أي طبيعة العمل اللي هو، أي طبيعة كانت العمل. أنا نقول الإشمئزاز من أوضاع جسدية للآخر إذا ما كنش متحضر أنه، ما قلتش نقبلها، أما متحضر أنه مش نلقاها قدامي، وأنه اللي عنده هالظاهرة هذية ضروري يعمل جهد كما يعملوا أيام الخطوبة. أنا عايش مع زوجتي نقرأ حسابي أن نغسل سنية كل يوم، لأن مش قبلها، مش كون بحذاها، مش كون يلزم رائحة طيبة، يلزم نشري بارفان لأن مش نقربها، مش يلزم رائحة طيبة. إذن أشياء يوصى عليها الدين على فكرة، إن تزين مسألة النظافة هذه معناها من النظافة من الإسلام. فما اللي ينساها معتبر لأنه تزوج لازم تقبله كما هو، وما يعمل هي يلزم تقبل يفار فما عنف يصير، وهذا يؤدي أنه في وقت من الأوقات إذا شمأز الزوج ولا الزوجة من الآخر، هذا ينجم يعمل نوع ما من الكدر ومن الاختلافات، تبنى عليه أشياء أخرى، يلصق في مشاكل أخرى باش يوصل الفراق. والاحترام ينتهي عندما يشمئز الزوج من الزوجة ولا الزوجة من الزوج، الاحترام يبدأ ينتهي، ويمكن ندخله في متاهات ثلاثة اضطرابات اللي مش نقولهم الأخرى، اللي هما الاضطراب الثاني هو لغة العصر، هو موضوع العصر، وانا بودي الناس كل تتنبه له، وهي موضوع الندية. الندية اللي تتولد عليه العناد. البنت اللي تقول الشاب شبيه الشاب يمشي يسهر مع اصحابه في الوتلة علشان ما نمشيش نسهر زادة، هو كذا شبيني ما نعملش كذا، ولا هو يقعد في القهوة في الليل هي زادة، وعليش ما نقعدش في القهوة، معليش ما نخرج، هو يخرج ما غير ما يستأذن، انا شبيني ما نخرج ما غير شبيني يستأذن، هو يعمل كذا انا نعمل كذا. هالندية انا مش نقعد نقول في الحقوق المتساواة، المساواة في الحقوق هذيك ما عنديش كإنسان الاحترام. وانا قلت بكري انه موضوع الاحترام هو اللب
في كل الزواج. اذا ما احترمش الاخر في انسانيته معناها الكلام كله زايد بعد. اذا هي مساله العناد والنديه، هي تقول كذا علشان ما نقولهاش كذا، هي تعمل كذا انا نعمل كذا، هو يعمل كذا نعمل، هالنديه ونعامله كما يتعامل هو، نصبحوا نتصيدوا لبعضنا وكل واحد رافع. وقلت ملتصقه النديه ملتصقه بالعناد. واكثر الزيجات اللي توصل لقصر العدالة وتفشل 80% إذا ما تكونش أكثر هي مسألة الندية. أنه هو يعمل ولا نعمل، هو يضرب هو يضربنا نضرب، هو يسبنا ولا نسبه. مش واحد يسب يقول له لا هذا أخطأت أنت ونوقف عند الخطأ هذا أنا ما نقبلوش ولازم تصلح هالموضوع هذا، ما عندكش الحق تسب وما عندكش الحق تتفوق بكلام بذيء لزوجتك ولا هي بالعكس. مش هو سبنا ولا نسبه، إذا هو يعمل ونعمل دخلنا في متاهات الفشل. الثالث الثالث ناخذ معنا مدام سيدة ومن بعد نرجع نحكي على الاضطراب الثالث. مرحبا بك مدام سيدة على موجة الحياة فاي. أهلا بك يا سوار. مرحبا للا. مرحبا للا سيدة. مرحبا. سمحوا لكم فاسخانة. والله احنا حمد لله لباس. انت لباس الحمد لله. الله يخليك يعطيكم الصحة على كل المواضيع اللي تبرقولهم. تحية ليك وتحية لأحمد وأمت وليكيب الكل معناها. وقل لك الحمد لله اليوم اللي سمعت نجات الصغيرة. هاي بيه ليه احنا ديما نعدي ونجات الصغيرة روح. لا لا خطأ انا مطربتي الخاصة وانا ديما بشكلت بنجات. الحمد لله اللي عديت ونجات وصل وبربي اذا كان ما يرسمينا احمد مخلوق ما تبيه بربي معنا في الزواج وفي الحب. بدي بيه بربي لو كانت ما ترشمينا غنية سعاد محمد من غير حب الدنيا دي ايه، من غير حب نعيش على ايه. نحاول نعديو لك الغنية هذية من غير حب. سينو عندك شي اقتراح غنية نجاة الصغيرة تحب تسمعها معنا في منتدى الحياة؟ نجاة الصغيرة عندها اوصفوا لي الحب، هذه اول غنية لحنها لمحمود شريف. وعندها برشا، عندها شكلي تاني، عندها غنية انت تحبها. غنية انت تحبها حبك حقيقي اللي نحبها انا. والله اللي نحبها انا طويلة موكب حب طويلة تلقيت في الليل معناها تقدر في الليل اسمها موكب حب. أما ثم أغنية وأغاني كما اللي قلت لك أوصفوا لي الحب زادة قصيرة قصيرة برشا. ساعة ما بشوفك جنبي زادة قصيرة يعني عندها باهي. هذا بالنسبة للغنية. احنا ميسيرش اي حاجة تحب تسمعها وغنية في مستطعنا انا نعدي وهلك ما نبخلوش عليك. خليكم وماذا بيا بالاقتراح ثقافة الاعتذار. باهي علاش لا، احنا احنا كل معناتها اقتراح تعطي هنا ناخذوه بعين الاعتبار. نرجع ثقافة الاعتذار، ثقافة الاعتذار عايشك وعلاقة الاخر بالماضي. يعني ما يعني حد يقول يعني ترى يهمه الشخص الاخر مثلا الخطيب او يهمه ماضي الشخص الاخر والا لا، معناها علاقته بالماضي. به ناخذوا الاقتراحات هذه بعين الاعتبار. فقط نرجعوا لموضوعنا لليوم مدام سونيا، انت نتصور بديت معنا من بدايه الحصه. موضوعنا اول الساعه نحط ما بين اونتغونتيز الساعه الزواج الفاشل توا واللي مش ناجح هي بالحق يعني علاقة الحب، لأنه الحب قبل أحسن خير من الحب نتاع توا. علاش باش نقول لك؟ لأنه قبل الحب فما كان حب صادق، كان الشاب ما ينجمش يرى الطفل بسهولة، ما ينجمش يكلمها بسهولة، معناها تلقاه أحيانا يرمي ورقة وهي تقرا معاه في القصر، أحيانا مع صاحبتها، يعني ما يراوش بعضهم برشا، هيك علاش الزواج ناجح، وتو بأنه تو يراو ديما يراو بعضهم، ديما في وقت الخطوبة ما يحكيوك عن نحبك ويحبني وخروج وصالون ديتي وقعد وحكايات، ما فماش والماسك معناها، فماش اللي ما يحكيوش على المشروع نتاع الزواج وكيفاش نكونوا أسرة وكيفاش معناها شنو الصغار كيفاش باش نربيهم مع بعضنا، كيفاش باش نتحملوا المسؤوليه، كيفاش انا شنو الحاجات اللي انت تحبها في طبيعتك وهو يسالها شنو الحاجات اللي في الكاركتر نتاعك تحبهم وشنو ما تحبهمش، يعني ما ثماش هذايا الكل. وقت اللي يقعد مع بعضهم وليله العرس وصايم معناها كل وقت يظهر كل شيء، فما برشا حاجات اللي تظهر اللي ما ظهرتش في وقت الفيونساي. معناها هيك علاش الزواج ماهوش ناجح، خاطر تو خاطر قبل
راو يا سوار ما يروش بعضهم برشا. احيانا القليل يجيني لتحت باش يسهر بحذاها، فما الام اللي تاثرها التأهيل عملها هكا. هذا 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 اللي كنا نحكيو عليه مدام سونيا. مدام سيده سامحني، التأهيل النفسي للشباب اللي قادمين على الزواج اللي هو ما عادش موجود برشا. لا ما عادش موجود، ما عادش. فانا قلت لك يحكي يبداو يحكيو مع بعض وخروج ودخول وكاوهم بعض يجي وقت الزواج. لا فما شكون يفهمها اش معناها، وخاصه توا ولات تعرس صغيره احيانا حتى 17 بون. نقول لك قبل هذاك 17 خاطر قبل المشكل توا، اما نحكي لك على توا الطفله تقرا ما تعرفش حتى يمكن احيانا حتى قهوه ما تطيبهاش، وتجي وتقولها وعندي هاوني هاو باش يخطبوني. احيانا واحده ترى واحد في الانترنت تقولها وعجبني معناها الحقيقه ما ثماش تعطي التأهيل هذاك كل العلاقه. نظرتنا نظرتنا في حد ذاتها لمفهوم الزواج الزواج عندهم توا تعرف شنو هي الزواج عندهم قاعده صالون ديتي وروبه بيضة والحجامه انا هي وبس حجامه والصاله والصاله زيت أكهو أكهو. ما فماش معناها كل الحياة الأسرية اللي باش نفكروا الأساسيات فيها الأساسيات هي اللي ماناش نحكيو عليها. ما فماش الأساسيات الأسرية ما فماش حتى توا غايب الحوار الأسري توا غايب يكاد ويكون غايب، مش يكاد ويكون غايب، الحوار الأسري غايب، النقاش غايب، ما فماش نقاش، معناها كل واحد يحمل الآخر المسؤولية. لكن الحوار والنقاش اللي نناقشوا مع شو حتى الصغير اللي عمره 6 سنين ماذا بينا ان نشاركوه معانا، شاركوه في الحوار، يلزم يتحمل باش ياخذ قراراته، يلزم يتحمل مسؤولياته، يلزم ينظر نفسه اللي هو عنده شخصيه، نحملوش يكون عنده شخصيه قويه. واش معناه الانسان تقرا ومن بعد او جا خطيب انا باش نتزوج جاي العرس هكا علاش ما ماهوش ناجح. وحتى الحب زاده ما فماش في سوا بالحقيقه، حتى حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ بالحق قلت لك كما قال. وللاسف مدام سيده انا معاك فيها، لكن حتى كلمه الحب ابتذلت، اصبحنا نستعملها يمكن مفاهيمنا متعدده في هذا الاطار. بعض مرات الرغبه في الاخر نسميه حب. اليوم صفحات الشباب ملقانة كلام وقلوب حب وكلام هي هذا. علاش قلت لك انا حب ايه اللي قاعدين نقولوا عليه؟ هذا اذا قبل ما يوصل خلينا نتحدثوا هذا، خلينا يحب يكلمها يعني سمحني يفرح. انا علاش قلت لك تم سعاده وقتاش يكلمها؟ ما فماش معناها، ما فماش كيفاش يكلمها، تو ولات ساهله اسهل منها. ما فماش اختي السيده مدام سيده ما يخليش فعلا معك الاستاذ فيصل ومن بعد نرجع معك. انا المساله كل كلامك تفضل يا خويا تفضل. كلامك زين وكلام كبير وتبارك الله، كله ايجابيات. نركز نحي كلمه الحب والبقيه كله نقول لك مقبول، لانه هي كل اللي قلته من النواقص ومن العيوب اللي اليوم غياب الحوار وغياب التأهيل وغياب المسؤولية وغياب كثير أشياء يخلي الزواج يفشل. لما ندخل مسألة الحب نقول الموضوع هذا يخليه بين قوسين، يعني نقوله ليكم لكم نقوله للمستمعين، ما نستسهلوش كلمة الحب، نخليوه هذا نخليه نوع ما عنده اعتباره من جيت نمتهن الكلمة دي، لأنه بعض مرات كما قلت الرغبة في الآخر نأخذها على أنه حب. معناه الاستمتاع بالجلوس مع الآخر نقوله حب. الحب عنده مواصفاته وهو إحساس أسمى إحساس جميل وضروري، طاقة حياتية ضروري تتجدد لكن تتبنى مش من نظرة. كلمة من نظرة فما حب، هذا كلام معناه سمحني متاع تفوريخ، أنه من نظرة الحب عنده مقومات وعنده قبول بالآخر، احترام النفس واحترام الآخر، عنده المسؤولية. يعني استاذ الحب، سامحني استاذ بلين قص عليك، الحب من أول نظرة معناها أمر لاغي ما نحكيوش عليه، مش موجود، ما تفوريخ نسميه. لأنه خلينا نعتذر أستاذ على الكلمة هذية معناها في المباشر، نلطفوها شوية. أوكي. عندك حق. نلطفوها شوية معناها أعتذر عن هذه الكلمة واسحبها، نسحبوا الكلمة هذية نبدلوها نقولوا قلة وعي، نقولوا قلة نضج ممكن، لأنه الإعجاب من أول نظرة أوكي، ولكن الحب كما قلت
له مقومات الاحترام، احترام النفس واحترام الآخر. ما يمكنليش نحب حد وما نقبلش حتى العيوب اللي فيه والسلبيات اللي فيه. ويمكن اللي كنت نقول فيهم بكري الخمسة مقومات هما موجودين في المحبة وموجود في الحب، أني نقبل الآخر مع الاختلافات اللي نلاحظهم، مش لاخر طبق الأصل، واحد يشبه لي طبق الأصل، وقتها حب نرجسي، نحب نفسي. الإنسان اللي يقول لي والله نحب حد ومتفقين في كل شيء، نشبهوا لبعضنا، نشبهوا لبعض، نقول هذا حب نرجسي. إنسان يحب نفسه في المرآة. الحب هو احترام الآخر واحترام الاختلاف. شو سي فيصل، أنا معاك أنه الزواج تفاهم، إذا كان يوفى التفاهم والثقة والإخلاص والوفاء يوفى الزواج، ولكن مش معاك في حاجة. مثلا أنا حسب رأي أنا، مثلا ما إذا كان مثلا مش حب صراحة، أنا ما نجمش نعيش من غير حب. أكيد ما الزواج إذا كان الزواج مش مبني على حب ما يستمرش زواج. هي الحياة حتى صداقة ما فماش حب ما فما شيء. هو حتى أكيد. حب العمل وبرشة معناتها الحب ما يتلخصش كان في الحب، معناتها بين ليكوب الحب في العائلة، الحب في العمل. لو انتبهت مدام سيدة أنا سميت الحب طاقة حياة. إذا طاقة الحياة اللي نعيش بها المحبة أكيد. في كل بلاصة. أنا مشني أما ما نستسهلش الكلمة دي ونحطها في كل حاجة لين تفقد معناها ونصبح نوعا ما نسميوش كل شيء حب زيدا. مش اي احساس راه معناتها حب. اذا قلت لك هي الحياه بدون حب ما ياش حياه، اما توا ولينا نستسهلوا الحب توا ولينا، اما قبل لا، اما توا ولينا خاطر نستسهلوا كلمه الحب. هيك علاش الحب نقولوا في نظرنا لا ما عادش حب، وعنده الحق يقول هكاك خاطر توا ما عادش تولد ساهله كلمه الحب. هي اسمى معاني الحياه راهي وارقاها، لكن توا ولينا نستسهلوها كاهو. يعطيك صحة مدام سيدة، شكرا لك. احنا مش ناخذوا بخاطرك ونعديو لك اغنية من غير حب الدنيا دي. ايه للفنانة القديرة سعاد محمد. سعاد محمد تسمعها معنا وبعد نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ونرجعوا لكم. ما 3:26 دقيقة نعاودوا نسلموا عليكم الناس الكل. انتم تسمعوا في إذاعة الحياة فيه مع 93 في مختلف معتمديات القيروان. تحية كبيرة لكم الناس اللي تابعوا فينا في القيروان. كيف زاد نحييوا الناس اللي تابعوا فينا على باج فيسبوك الحياة فيه اللي يلقاو جميع الفيديوهات المباشرة في الباج فيسبوك متاعنا. إذا كان فاتكم فيديو، إذا كان تحبوا تسمعوا الحصة من بدايتها ترجعوا تلقاو جميع الفيديوهات موجودة على صفحتنا الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نعود نذكر الناس اللي تحقوا بينا توا في الاستماع، موضوعنا لليوم مشروع الزواج بين التقاليد اللي تبدلت، التأهيل النفسي للي قادمين على الزواج، هل أنه مازال متعامل بيها وإلا لا؟ ناخذوا معنا التليفون مدام كوثر ونرجع معك أستاذ باش نكملوا نحكيوا على أربع اضطرابات اللي كنت قدمت لنا منهم زوز اللي هما الاشمئزاز والندية. نرجع ناخذ تليفون مع مدام كوثر ونرجع لك استاذ فيصل. مرحبا بك مدام كوثر. مرحبا بك مدام، شنو احوالكم وان شاء الله نهاركم زين؟ الحمد لله. انا لاباس، استاذ فيصل اللي يجاوبك لاباس استاذ؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. انت لاباس مدام؟ الحمد لله. ما يخليك يا عيشك، مرحبا بك ومرحبا بتليفونك وبتفاعلك معنا. نشكرك اكيد ديما لوفائك لإذاعتنا. مرحبا بكم الكل، وانا تعجبني المواضيع نتاعكم الحقيقه، هذيك علاش ندخل. يعطيك صحة مدام. موضوعنا لليوم كما قلت مشروع الزواج، ثقافة الزواج في تونس، هل أنه فما تأهيل للقادمين على الزواج؟ هل أنه ساعة نظرتنا للزواج كيفاش نغزروا الزواج معناتها من الزاوية اللي الحقيقة حتى وإحنا نحكيه وحتى في الميكرو تروتوار اللي كنا قمنا به ديما فكرة الزواج محصورة في زاوية واحدة اللي هي التكاليف العرس، اللي هي كيفاش باش نعرسوا، كيفاش باش نعملوا السهرية هذيك متاع العرس فقط، وما نغزروش للأبعاد والأساسيات. صحيح، للأسف هذيك هي خاطر هو عبر نقول احنا التاريخ متاعنا شنو يقول، انه ناخذ مرأة معناتها من أصل طيب، وسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام تخيروا لي نطفكم، يعني نصيحة للرجال يتخيروا معناتها ويختاروا للليت البنات باش تعمل تجيب معناتها بالحق الدعاء الخير. احنا نقولوا خذ بنات الوصول لعل الزمان يطول. صحيح. الوقت هذايا اختي الغالية ما فماش المشكل، ما فماش معناتها الإشارات ولا ما فماش الحوايج، مثلا ما تقولش هذه أهي لابسة مستورة يعني بنت ناس.
ولا هذه لسه راهي مثلا معناتها قصير وكذا راهي معناتها مش باهية. معناتها انت مدام كوثر اشرت لنقطة اختيار شريك الحياة معناتها اساسا يعني أكيد ما تقفش عند المظاهر أيوة مش باللبسة مش بال لانه اللبسة عمرها ما كانت ريبير باش نقيموا به الشخص كسوسوا امراه والا راجل خاطر المظاهر راهي خداعه ما نجموش نحكيوا على لبسه قصيره والا لبسه محتشمه لانه هذا ماهوش ما نجمش يكون ريبير خلينا نقول صحيتك ولا دارهم مثلا فيلا ولا دارهم في حي شعبي ولا هي في مكان ريفي ولا هي كانت فهمت انت تنجم تكون في مكان ريفي وهي معناتها انسانه معناتها منحرفه يعني فكريا ومنحرفه يعني ثم انسانه تلقاها هي في وسط معناتها البلاد وعندها قيم وعندها مبادئ تربيت عليها معناتها تحب تركز هنا على القيم هي الام صحيتك اول حاجه انا الحقيقه نحب عليها نشوف الطفله ولا طفل الاصل نتاعها بوها امها اختها جدتها عائلتهم شوف وين تربيت تاع ما يهمنيش انا الماديا ما يهمنيش مثلا وين تربيت ما فهمتش معناتها كانت تفسر المحيط المحيط العائلي اكيد راهو كيفاش تربيت وين تربيت فهمت بعد كذي العادات والتقاليد هذيك بطبيعتها معناتها فهمت وتولي ماخذه بالخاطر فور اكزامبل احنا نقولوا احنا هذه من فاقس والاخرى من قروان والاخرى من تونس والاخرى من مثلا نقول احنا حتى من الجزائر مثلا بلدان عربيه ولا اوروبيه تولي هذيك تقاليد معناتها باش تسيير الامور يعني فهمت باش تاخذ المنحه نتاع تسيير الامور نقولوا احنا معناتها هو معناه اي هنا معناتها اوكي معناتها حاجه معناتها نقول احنا كومبليمون ولا يعني مانيش باش نرفضوا زوج على خاطره من ولايه والا من دوله اخرى اكيد ليه اكيد ليه احنا اكيد ضد معناتها الجهويات هذي بيان سور اكيد ليه لكن الحقيقة معناتها مدام نقول لك حاجة راهو حتى هي مثلا تبدأ هي عندها أصول معينة وعندها تقاليد معينة في عائلتهم فور اكزامبل نحكي لك نرى فيها احنا مثلا انا اصلي الفاقسية يعني ناكلوا مثلا شرمولة الحوت المالح يطلع لي انا راجلي ما ياكليش شرمولة الحوت المالح فهمت ما يحبوش هذا التقبل اللي كنا حكينا معاه مع الاستاذ فيصل في بدايه الحصه هكا ولا استاذ يستنكروا فهمت يستنكروا معناتها في نفس الموضوع في نفس معناتها الاتجاه تلقاك مثلا كي تاخذ مثلا واحد من الجنوب مع تحياتي واحر تحياتي معناتها الاهل الجنوب ونقدرهم ونحترمهم تحية لاهالينا في الجنوب اوي ياسر ناس وعليهم الكلام معناتها الاصل والمفصل عندهم هما حييهم معناتها الحقيقة معناتها يحبوا مثلا العلوش فهمت مثلا يعني انت تحكي على العادات اللي تختلف من جهة من جهة الجيل غير ما نخوضوا معناها في التفاصيل من الطبقة نتاعو من ناسه ما يبعدش برشا على تقاليد وهكاك باش تمشي الامور تلقى صغارك وصغار معناتها صغار اختك يتفاهموا مثلا امك تعرف كيف تحكي مع مرتك انا نخير هكاك الحقيقه واذا اختلفنا على الكلام هي المساله مثلا هي المساله اختيارات شخصيه واتفهم انا اختياراتك وضروري كل انسان يكون يعامل حوصله انا واضح فيك مدام كوثر انك واضحه مع نفسك تعرف ايش تحب وايش ما تحبش يليت كل يليت كل انسان يليت كل انسان يليت كل انسان اول حاجه يختار فيها شريك الحياه سواء امراه بتاخذ راجل ولا راجل باش ياخذ امراه انا حبيت نبني على ما قلته انت باش نقول يليت كل انسان يكون واضح مع نفسه هو نفسه قبل ما يغزر اللي قدامه يكون صحيح. واضح مع نفسه اش يحب واش ما يحبش صحيح وبعدين على ضوء هذايا على ضوء هذايا ينجم يختار صحيح. شريك حياته ومش يختاره اكيد اللي قلته 100% صحيح انا يشوف الاصل ويشوف العائله ولكن خلينا نقص عليك نقعدوا في الوضوح كلمه الوضوح باش تبدا هي باش تبداها المراه خاطر هي معناتها المراه كي تبدا واضحه تقول له يا اخي باش تقدم لي معناتها شنو معناتها ساعات يدخلوا بهيك الكذبه نتاع نحبك وتحبني وانت محليك ومحلى زينك ومحلى زينك مش ديما عندها كذبه مدام كوث والله اذا دافع عن المحبه بالسي استنى استنى انا هكا ديما ننتقي الالفاظ هاي قول استنى ننتقي واستنى نفهمك قولي مسيج الحب اللي يحكيو فيها ثم نوع من الناس ما نحكيش على الكل بيان سور ليلي احنا ديما نسبوا ديما نسبوا هذاك علاش خاطر لازمنا ديما نعملوا التنسيب خاطر الناس اللي يسمعوا فينا ما نحبوش نعملوا كي الجمع فما محبه فما ناس مش صادقه في الحب الحب ثم لا مش نعدني مش نصنف لك تفضل بالنسبه نسبه المحبه اللي انت راني نحبكم احلاكم ايش هي على شنو انت محلاك
انت ما حليك تتصنفها اللي انت باش تقدم لها لي زوبسيون اللي نورمالمون تعيش بها المراه هذيك. انت مش هكاك تمشي تخطب تقعد ماشي داخل خارج بعديك على امل الشهر الجاي العام الجاي تلقى روحك بيت 6-7 سنين. هذه مثلا ماهوش حب الحقيقه. اذا حب مش حب، يعني الحب هو عطاء. الحب هو انك ما تتمنيكش على بنت الناس، ما تتمنيكش على شعورها، سامحني في الكلمه، معناتها ما تستهزئش بمعناتها بمشاعرها، تقيم العبيد هذوكم، تحترمهم كي تدخل لهم وكي تخرج معاهم، تعتبرها بنتك، تعتبرها أختك. يعني ذي كل يدور في إطار الاحترام، الاحترام والاختيار والوقت. الوقت عامل كبير راهو على الوقت. الوقت في اختيار، وقتاش باش تعرس، وقتاش تكتب الزداق، وقتاش باش تزمرتك، وقتاش باش فهمت بعد كده يولي المكان. المكان انا بالنسبه لي انا ماذا بيك تعمل حاجه معناتها فيها هيك الوليمه الذميه وتكثر في الوليمه خير ما تكثر في الامبيونس. فهمت ديما الوليمه تعطي هيك الولفه محلاها كتطيب وكريحه وكالناس اللي تاكل وتتبنن محلاها ماكلتنا ومحلاها تقاليدنا زادا. انا بحب صراحه معها الحوايج هذيا فهمت. يعطيك الصحه مدام كا والشراب وكيف في كل شيء، واوعد عليك اللي زومبيونس خليها حاجه هكا رومانسيه. الاناشيد نتاعنا مثلا نرجعوا هيك النحاسيه، الفرقه النحاسيه ذكرها قبل محلاها ولا تويكي مثلا الاناشيد هذيك التقاليد نتاعنا. ان شاء الله ما طولتش عليك، وهذه اللي نحب نوصل الحقيقه. رغم اني انا صحه مدام كمل قول انا بصراحه ماذا بيه زاده في المنظر فهمت، في الفيزيك، ماذا بيها الطفله تختار رجل تعشق انها تمشي معاه، وهذا في ديننا راهو. وكيف كيف الراجل يختار الطفله معناتها كيما معناتها الطفله هي تختار هالواش لما جمالها ولمالها ولعائلتها هكاك ولا ودينها فاكثر في بذات الدين هكا ولا. ايوه اذا انا ننصح وماذا بها الطفله ولا الطفل يشوفها طفله قبل نبعدوا على ذيك العالم الافتراضي. ننصح في النقطه هذه بالاخص حاسك بها شوفها ساعة، شوفها ساعة. ساعة الإنسان يحكي مش هكي مترى أنت الفيزيك فهمت. كي تحضر معاه تلقاه هو مثلا ما نعرفش، أنا ما نجمش نوسع في النقطة هذه الحقيقة. الحد لهنا، الحد لهنا مدام كوثر، نجموش ناخذ معك أكثر وقت نظرا لضيق الوقت. يعطيك الصحة، شكرا لك، هذه وجهة نظر تحترم. نرجع لك أستاذ فيصل، شنو تعليقك على كلام مدام كوثر؟ كلام فيه كثير من الصواب، فيه كثير من الصواب، ويمكن اللي تحذر منه مسألة سامحوني أكاذيب المظاهر والأدوات الاتصال اللي تكون في العلاقة من الأول، اللي يمكن تغلط الإنسان في استشفاف أنباء واقعية الآخر. إذا هي تنصح أنه ما نتعاملوش بالفيسبوك، وإنما نتعاملوا في المباشر ونكونوا صادقين. صادقين عندما نتقدموا البنت نعرفوا أنه مستقبل العيلة ومستقبل بنت التزام. وبالنسبة للشاب نفس الشيء، نخرجوا على على القناع اللي تكلمنا عليه بكره في الخطوبه، ان نبين للاخر وقت الخطوبه الوجه الباهي، وبعد نوريه الوجه الحقيقي. يليت الناس تكون صادقه في التقدم للمشروع، لانه مشروع حياه، ويكون فما مشروع بالحق. هاو علاش نحب نعرس مع فلانه للقيم الفلانيه، لانه مش يجيب كذا مش يجيب كذا، وانا مش يجيب كذا كذا اللي هو منتظره. هذه هي الصدق والمصداقيه. واهم حاجه قلتها انت يا استاذ فيصل، انه ننظروا للحياه الزوجيه كمشروع، كمشروع. كان نتصور كان اي شاب ولا شابه قادمين على الزواج يبوبوا هالمشروع هذا، مش كان المتعه فما الواقع، فما المتعه بطبيعه الحال، المتعه مع الاخر وبالاخر ولكن فما المشروع اللي يتضمن الاوقات الصعبه، اللي يتضمن الاخر وقت الشده. وقت الشده الاخر مش يجي معايا باش نبني مشروع مع بعضنا، كما قلت مشروع العيلة ولا مشروع العمل ولا مشروع المتعة ولا مشروع أي كان. شنو اللي مش نبنيه مع الآخر؟ الجهد المشترك هذا مش يزيد المودة بين بعضهم ويزيد الحب بين بعضهم والعشرة زيد، لأنه يتعب معايا في مشروع مشترك ونشوف التعب هذا ويقبل التضحيات. كثير معاني في هذه برشا معاني. باهي استاذ احنا نرجع معاك، احنا سمينا زوز من الاضطرابات اللي كنت انت حكيت عليهم. الاولى هي مفجرات للزواج اللي نجموا يؤديوا لفشل العلاقه الزوجيه. أيه. حكينا على الاشمئزاز، وصلنا حد النديه. الحاجه الثالثه اللي هي التبعيه، انه الانسان يحس نفسه ناقص، وانه الاخر مش يجي
مش يكمل له هلا نعمل عليه بشي. افتراضا نعطي مثال انه واحد معتبر من عيلة متواضعة ماديا يلوج على واحد غني مشي اكل نقص مشي يكمل له النقص اللي عاشه. واحد ما عندوش تجربة حياتية كبيرة ويقول لك تو يجي الاخر مش يكمل لي. واحد ناقص ثقافة يقول لك تو الاخر مش يجي يكمل لي. سواء كان المرأة طفلة ولا طفل هالتبعية ذي تخلي تتولد عليها حاجة هي الجانب الرابع. النقطة الرابعة اللي هي الاحتقار أن الدونية أنه ينتهي بالشيء ذا أنه واحد من الاثنين مش يشوف نفسه أرقى من الآخر وأعلى من الآخر يعني. وينظر للآخر باحتقار وبدونية مش كفء. إحنا وقلنا على التأهيل بكري كأنه ينظر للآخر مش كفؤه اجتماعيا ولا طبقية معناها نحكي على من الجانب المادي وإلا حتى ثقافيا زيدا ثقافيا تو برشا ناس يقول لك ندمت اللي خذيت واحد مش قاري ولا ندمت ولا الواحد يلزم ياخذ واحد قاري كيفه وهي القراية حتى وديكي. على مستوى نفس القراية عادة ما نفرقوا بين الأشخاص على مثلا هذا قاري الاختصاص هذا وهذا يخدم في القطاع هذا وهذا يخدم هذا في هذا القطاع هي القراية عمرها ما كانت مستوى ثقافي لأنه القراية واحد قلنا دائما أنه التعليم غير الثقافة نجم تكون عنده دكتوراه هو مش مثقف مش مثقف. إذا واحد عصامي ولا هي عصامية ونعرف كثير من نساء وقفوا في الابتدائي ولكن ثقافتهم الحياتية تبارك الله تقعد تسمع فيها لساعات ولساعات ونفس الشيء عند الرجال. إذا المسألة مش في التعليم ودرجة التعليم لكن أنا قلت لك هي نفسيات الدونية. فما ناس حسب روحهم هاي ولا كذا شيء اجتماعيا لأنه عنده فلوس ينظر يصبح ينظر بعد الزواج ينظر الاخر باحتقار وذا ينتهي بهم انه ما عادش مشروع مشترك ما عادش يحترموا بعضهم ما عادش ولا مساله التبعيه كما قلت انه انسان دائما حاس بروحه حاس بالنقص ولهذا دائما ديبندون يقول لك ما نمشيش ما نخرجش. المراه تقول لك ما نخرجش ما يخرج معايا راجلي ما نعرفش ولا الراجل يقول لك انا ما نعرفش نشري هي تقضي يعني. انا معناها هالموضوع عندما يتكرر يمكن يحدث آثار نفسية يؤدي بالزواج أنه الاحترام ديما نقول للقاعدة الأساسية في كل زواج هو الاحترام. إذا تمس الاحترام والله البارحة واحدة تقول لي يليت السيد سيد ولا لا 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 يعيت لها يا سيدي وهي تعيت له يا لا لا وهو عيت لها يا لا لا الاحترام ولو تقول لي هذه أشياء فارغة لكن هي دليل من دلائل الاحترام قدام بعضهم وقدام الناس المجتمع أنه هو عيت لها يا للا وخاصة قدام بعضهم زيدا يا للا وهي يا للا سوار وهي تعيت له يا سيدي فلان هذا الاحترام يتلافى به النواقص اللي قلناهم العوائق الأربعة اللي قلناهم اللي يمكن يفجروا كل لو تمشي القصر العدوى وتعمل ميكرو توتوار تلقى مضمون الخلافات الكل تتمحور في الأربعة حاجات اللي الأمراض سمينة. هذه الأمراض النفسية به احنا مزلنا مواصلين معاكم المشوار في منتدى الحياة حتى للأربعة متاع العشية. ترتيحة صغيرة مع الموسيقى يارا تقول ودوني على بيت حبيبي هذه الأغنية اللي بشسمها معنا توت سويت وهنا رجعي رجعناكم من جديد في منتدى الحياة من 46 دقيقة. مزلنا مواصلين معاكم المشوار بدينا نوصلوا لآخر حصتنا معاكم لليوم بدينا معاكم المشوار في حدود ماضي ساعتين وربع. مزلنا واصلين معكم النقاش حول مشروع الزواج. فما نقطة نحب نشير لها معكم سيد كنا طرقني لها في الأوف حابين زادة نرجع نحكي فيها هي مشكل التبعية. عادة الزوج يكون في تبعية الواحد من أفراد عائلته الأم وإلا البو. عادة زادة الزوجة تقعد ديما هكا في تبعية الأمها وإلا اللي شكون من عائلتها وهذا زادة ينجم يكون من الأسباب اللي تخلي الزواج وإلا اللي تقوم اللي تخلي علاقة الزوجية معناتها تكون نتيجتها الفشل وهذا هو كنا اضطراب نفسي. التبعية اضطراب نفسي للشخص نجم يكون تابع لأحد الوالدين وفي غياب أحد الوالدين ولي تابع لزوجه ولا زوجته وعادة زادة الزوجة وإلا الزوج يكونوا في تبعية لواحد من وهذا أصدقائهم وهذا يعكر ولا تابع لصديق ولا لصديقة وهذا يعكر لأنه ما عادش فاضي للأمامه ولا عنده رباط مع برا
وهذا ينقص الاحترام للذات وينقص الاحترام والكل مترابط من بعضه، لكن يوتر العلاقات ويخلي العلاقات الزوجية دائما ما فيهاش المودة والرحمة. ينقص من المودة والرحمة، يعني التبعية هذه تخلي وزادة تعمل مشاكل ما بين الزوج والزوج، كأنه كل واحد ما عادش فاضي للأخو، وحال ما يتألم يمشي للجانب اللي يتابع له، هو ما يلتجأش لزوجه أو لزوجته اللي قدامه. هذه مش تعمل مشاكل، تفجر. احنا قلنا الأربعة مفجرات للعلاقة الزوجية. واليوم احنا حاولنا نعطي شنية الأشياء اللي يمكن تزيد رباط الزوجية، تزيد قوة وصلابة. عرضنا خمسة نقاط دعم الميثاق أو العقد الزواج هذا، دعمه وتعطيه صلابة وقوة أمام مصاعب الحياة. وفما أربعة نقاط ينجموا يفجروا عقد الزواج مهما ادعينا من محبة ومن إمكانية مادية. يليت عوض ما نخصص كل وقتنا في اللهث وراء الماديات اللي هي مش حرام الواحد ينجم يطلبها ويحطها في حياته، لكن ما نعطيش جانب كل جانب اهتمامنا في الإعداد للزواج والتأهيل. اللي يليت نأهل أنفسنا، نبدأ بالذات، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نغير ما بنفسي ونحاول نجلب الطرف الآخر، خطيبتي ولا خطيبي، نحاول نجلبه إلى الأرضية الصحيحة. إجا علاش مش نبنيه، وشنية الأرضية مش نبنيه عليها قيمنا، ومش نبنيه عليها مشروعنا المشترك، أش مش نعيش مع بعضنا. وكما قالها المتدخل الأول، المهم هو الهناء، الهناء كيفناش نتهنى، كيفناش نطمئن، كيفناش هل المودة والرحمة اللي تتبناه في العيش الزوجية تكون واقعية. راي مش حوايج مش تعبد من السماء، مش مجرد كلام، مش كلام، وإنما صناعة يدي وحياة عيني كما تغني. إذن كيفناش تصنعوا بيديكم سعادتكم، وتصنعوا بيديكم صلاة ميثاقكم الزوجي، كيفناش تصنع بيديك والسعادة اللي تنجم تكون موضوعنا. سامحني استاذ نقص عليك، اللي تنجم تكون موضوع حياتي ومشروع حياتي. إذن هذا هي الأساس، هي عوض ما تكون الزواج ضربة حظ، تكون صناعة علمية. أنا واثق ونماشي، وقبل ما ندخل في الغريق نتثبت مع اللي معايا ونقول له شنية مشروعنا، يعني دراسة المشترك. هذا مصنوع مشترك. الحمد لله الآن الخطوبة أصبحت الخطيب والخطيبة يخرجوا مع بعضهم ويقعدوا مع بعضهم، وطول المدة شوي ما قعدتش كما قبل. إذن هاللقاءات مع بعضنا خلينا نستعملوها في أشياء تفيدنا صحيا، يعني لقاءات هذه تفيدنا صحيا ونفسيا، وتخلي مشروعنا لما ندخل مع بعضنا المشروع أول حاجة مشروع نتهنى به، ولما نجيب أبناء وبنات مش تكون يقينا أنه مش يترباو في محيط وجو عائلي إيجابي يصنع مواطن إيجابي ويصنع مجتمع مسالم وإيجابي. هذه الإيجابية اللي نأكد عليها في كل برنامج من برامجنا، في كل موضوع من مواضيعنا. يعطيك صحة أستاذ فيصل، بالكلمات هذوما نختموا حصتنا لليوم في منتدى الحياة. في ختام الحصة نحب نشكر حسام الرابحي اللي قام بالميكرو تروتوار، تحية كبيرة لأحمد المخلوفي اللي عمل المونتاج للميكرو تروتوار هذي، وزاد أمن لكم البث المباشر في الديجيتال، وأمنة بوخيت كيف اللي أمنت لكم البث المباشر كوتي تكنيك. نشكر زاد أحلام العامري من قسم الأخبار، أنس الهمامي في استقبال تليفوناتكم. تابعوا بقية برامج الحياة فيم جوك على 93 من الأربعاء حتى للستة، سينو تجيكم أحلام في أقل من 8 دقائق بموجز الأخبار، أهم الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية. نخليكم مع وائل كفوري البنت القوية. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية،